هذه الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني وتهدد استقرار الناس. نعم، الناس بدأت تشعر بالقلق والإحباط. كانت لدينا أزمة اقتصادية خانقة بسبب وباء كورونا وانهيار أسعار النفط والتضخم في اعتماد الدولة على واردات النفط، والبعض كان وما زال يتحدث بيأس عن عدم إمكانية تحقيق أي تقدم اقتصادي أو عدم إمكانية تسديد رواتب الموظفين. ونحمد الله أننا معا كعراقيين تجاوزنا هذه الأزمة ووفرنا الرواتب وأطلقنا مشاريع اقتصادية للإصلاح الاقتصادي وحققنا نمو اقتصادي فريد على مستوى المنطقة، وأصبحت كل دول العالم تطلع للاستثمار في العراق. ولكن هل تحل الأزمات الاقتصادية الكبرى بالتمنيات؟ لا، بل تحل بالصبر والتخطيط والتقدم الهادئ وما ارتكابات والارتباكات والصراعات في تخلق معرقلات للتقدم الاقتصادي. وأقول في هذا الصدد أن العراق ما زال يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق قفزات اقتصادية، إذ ما تكاتفت الأطراف السياسية فيها على رأي ثابت كما فعلت في الحرب ضد داعش.